إلى مشاهدين مستمرين وياكم بتكملة فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم. طبعا كما عودتكم قناة الماس دائما نسلط الضوء على أبناء جاليات العربية والكندانية، على رموز أبناء جالياتنا في ولاية ميشيغان أو في أمريكا. طبعا اليوم يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف ويانا بالاستوديو محامي الاستئناف والخبير القضائي أيضا الأستاذ قصي اصطيفان الشهير بكيفن. كيف الصحة أستاذ قصي؟ صباح الخير. شكرا. الله يخليك أستاذ قصي. يعني حضرتك يعني خبير بجوانب قضائية متنوعة تتعلق يمكن بالهجرة، تتعلق بقضايا اللي هي يمكن بوزارة السجون أو السجن، كل هذه الأمور. اليوم أنت بالنسبة للهجرة، يعني خلينا نقول أكثر القضايا اللي عادة تجي لعندك يعني وأنت تقوم بالتحري فيها، أو تقوم أيضا بموضوع الاستئناف اللي هي آخر مرحلة من مراحل يمكن الشخص أو الكلاينت اللي بيجي يكون يائس خلاص، يعني بيجي لعندك أنت نعم. بآخر نقطة أكثر شيء القضايا اللي بأي اتجاه تكون؟ أوكي، أهلا وسهلا بك مستر بكر، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بالدكتور الحنين نبيد نوري. I appreciate your assistance. نعم، القضايات الأسوية هي يعني الاستئناف. الاستئناف يكون قضايا جنائية، قضايا جناحة تكون، قضايات تكون بيها مثلا خسران بيها تكون، قضايات نعم. تكون مرفوض. وراء الرفض وراء القضاء استأنف لك إياها، رجع لك احترامات ما تك بالجناية. نعم. زين، لما واحد يصير عنده جناية كل شيء ينسحب منه، كريدت مالته يصير بعد، حياته ما تكون نفس الشيء. نعم. بنوك ما يريدون ينطون، أبو العمل ما يريد يشغل، ما حد ما يثق بيك. نعم. قضايا لما تجي يمي أسوي لك إياها استئناف، أرجع لك كل شيء لك، شنو الماهية، ولو تكون واقع بمشكلة جنائية، لو تكون واقع بمشكلة جنحة مثل مستمينر يعني وفلني، وأسوي هواية قضايات يعني مال الاستئناف، مو بس هذول هيك أشياء. مثلا أنت رحت إذا تأخذ سيرسن. نعم. سقطت بالسيرسن، ما نجحت بالامتحان قصدك؟ ما نعم بالامتحان. نعم. يس سر. ما مثلا عندك تشانس اللي تروح ترجع تاخذ امتحان اجين، تسقط اجين، ما اجي اقدم لك اني اللخه معامله اللخه على مده تصير سلس، يعني استأنفها الخساره مالتك ويا الامجريشن. يعني ما تفتح ملف جديد، ترجع على نفس الملف القديم. ارجع على نفسه. ليش رفضوك؟ ليش رفضوك؟ يمكن انت مؤهل لكن ما فهموك، او يعني ما فهموا للشخص. نعم. اللي قام بالامتحان مثلا او شيء من هذا القبيل. يس. تكون مرات قضايا تكون عنصريه، مثلا الايجنت اللي طالك امتحانات اذا تعرف به هذا مثلا ماذا ينطيك تشانس، هاي كلها ياها فروع استئنافيه بها. زين، اذا ما تشعر انت مثلا راح تنجح، لانه اللي دا ينطي لك امتحان ما يريحك. زين، هاي كلها اشياء بها، لان يكون بها اشياء استئنافيه، ما اقدم لك معامله اللخه. بس شنو الابيل لما اسوي لك اياها؟ ابيل راح تكلف همينه فلوس. نعم. بس شنو، ما راح تروح تاخذ امتحان ورا امتحان على ما تنجح، هاي اللي تميها ابيوس، حتكون سد بسد تقريبا. اذا ما كان ما يعيدها كذا مره ممكن الكلفه مالتها ممكن تكون هي بالاستئناف. طيب بالاستئناف ايش قد نسبه النجاح او الضمان خلينا نقول لي مثلا يعني بالنسبه للكلاينتس؟ 100% اخلي قلبي بيها، بس ما لو اقول لك مثلا 100% راح تنجح ما اقدر، مو فشي قانوني يعني. نعم. مو فشي حلو اقول للكلاينت مالتي لا تدير بال راح اربحك، انطيني فلوسك روح انت لا تدير بال. نو، مو هيك اياها القانون، مو هيك القانون. مثل الدكتور تروح يمه ينطي لك بنسلين لانه انت مو الرجيك على البنسلين. نعم. زين، تجي يمي للمحامي، المحاماه بيهمني انا الدكتوره. نعم. ما أقدر أقدم لك استمارة إذا محامي غيري مقدم لك إياها. لو أقدم لك إياها أجين هاي أبيوس، راح أخرب لك المعاملة مالك. سو ندرسها، أسحب الاستكشافات المدير عام، أسحب القرارات الشرطة، أسحب الحكم والمحكمة، ويتنسز إيش ما كان عندك، أقراها القضية. مرات القضية تبقى يمي 5 سنين على ما أنجحها. 5 سنين. خمس سنين مرات. 5 سنين تأخذ مع مثلاً سيتيزن. مو كل قضية. مو كل سيتيزن ومو كل قضية. نعم. أكو قضايات أخلصها ب6 شهور، بس أكو قضايات تبقى يمي خمس سنين، أكو مرات تبقى 9 سنين 10 سنين على ما بس شنو بها حدود، بها أوقات. نعم. الأوقات اللي بها مثلاً عندك شهر لاخ على ما تسوي هالاستمارة على مود عندك ده يبقى حي. لازم تتابعها هالشهر اللي عندك، تعرف بيها هذا، اذا يروح هالشهر راح تخرب المعامله.
سو بيها الشغل هواية، بيها مثلا واحد يكون ذكي لازم يعرف ايش بده يسوي بالاستئنافات. نعم. طيب هذا العمل كله يعني يتعلق بامور مثلا الهجره او يتعلق بموضوع الجرين كارد، بالنسبه للاشخاص اللي مثلا اللي عندهم الباسبور الامريكي يعني يمكن ما يكونوا خلص في بر الامان، يمكن ما بيفوتوا بهذه الامور، ام ايضا انت تتعاطى معهم؟ Well, okay. First of all, هي السفر والامبسيز والباسبورز هم خصوصيات مالتي، بس شنو نعم. يعني elementary ياها إليا، بس ما يعجبني أحكي بها لأنه يعجبني أحكي الصراحة بها، أعرف الشيء اللي أعرفه بها. نعم. الباسبورت الأمريكي the only way يكون bad لما يكون expired، وبعدين the only way يصير bad إذا مثلا ضايع منك وما تشوف ما تعرف وينه، بعدين تلقيه، بعدين ما تعرف شو مسوي. واحد بي مثلا لاعب بي غزل مسوي زغل لو مسوي غش بي ما تحس بي. That's the only way يسقط الباسبورت الأمريكي. Now اكو قضايا ما citizenship، اقدم لك citizenship تكون علمية، معاملة علمية. اكو مرات اقدم لك citizenship اللي دي ياخذ Medicaid وwelfare food stamp، هذا ما اقدر اتشارج نفس الفلوس اللي حكى الرجل هذا الزنقين حسوي له معامله علميه. نعم. لانه هذا دا ياخذ ويلفير، هذا لو اريد اسوي له معامله علميه لازم يعطيني $5,000 at least. عفوا المصطلح العلميه يعني هذا المصطلح انت حطيته له هو مصطلح موجود appeals يعني. مثلا نعم. الابيلز مالتها هاي كلها تسموها معاملات علميه، اقدم له اياها ابيل. نعم. بس اللي حيدفع لي الابيل ما يصير ياخذ من ويلفير من نعم. ميديكيد ينطلع من وين جاب المبلغ اللي دفع لك اياه؟ نعم. بالتالي مو زينه الا ومو زينه صحيح إلي. اكيد بالمستقبل يجون مثلا يقدمون اندايمنتس بلوات مثلا على واحد، انت تعال ماخذ فلوس من هذا دا ياخذ ويلفير. نعم. شلون تاخذ منه فلوس اذا احنا دا نعطي له اياها المعامله ببلاش؟ نعم. شلون دا تسوي سيتيزن؟ سو سواه سيتيزن عرفه واخذ منه فلوس، هاي تنسحب السيتيزن مالته بالمستقبل اذا يريدون ياخذوها منه اللي صار سيتيزن. سو انا شو اسوي؟ يعجبني اسويها الشغله نظيفه، ما اريد ما حد لا يجي وراي بالمستقبل، ولا اريد الكلاين مالتي تخرب عليها السيتيزن شيب، اريد تكون كل شيء واضحه. نعم. اتشارجك $5,000 لانه زنقين ياك، ما تقدر تاخذ امتحانات، ما تقدر تاخذ مثلا الاملاءات السيفكس هاي، اسوي لك تشاره، اسوي لك معامله علميه اقدم لك اياها، لانه as a person that lived in America for a long time and you're unable to read and write is not an excuse for you not to be able to take a citizenship. Yeah. But there is a lot of things that we can do. I can do. I don't know about other lawyers. I can do it. بس ما شاء الله يعني لا أكيد يعني على ما يبدو إنه يعني فايت بهاي التفاصيل وما يقولون يعني إنه تطلع من عدها يعني. إنه By virtue of a very difficult self experience, I've been in it. Very difficult self experience, yeah. And I don't think anybody has experienced what I've been through. But it's no big deal. Just stay up and keep going. أفهم من كلامك إنه هو في تعقيدات كثيرة يعني بعملكم يعني. طيب تعملك اليوم أنت كمحامي استئناف يعني، والمحامي اللي هو يترافع قضايا يعني، شو إذا أعمل مقارنة بينك وبين يعني أنت وين هو وين مثلا هذا الشخص اللي يترافع؟ Very good question. I like that. المعاملات المحامي لما يروح للمحكمة ويحكي بالمحكمة هاي يسموها philosophical، فلسفة ياها. شغلي يا علمي، علمي يا بالأوفيس، ما عندي شغلة بالمحاكم يعني. شغلي يا بالأوفيس أوراق أدز للمحكمة، إذا جيت لك محامي أدز لك محامي وياك يروح. هي هاي الاختلاف بيني وبين غير محامي. أكو هاي محامين تروح يمهم ما يأخذوا هالقضية مالتك لأنه مو خبيرين بها، إذا يكون مخلص ما يأخذ هالقضية مالك. نعم. بس إذا ما يكون مخلص حيقول لك تعال جيب فلوس، ما يطلع بنتيجة، ما يطلع، لا ينطيها المحامي يعرف إيش دا يسوي ولا يفتح بوتشك مثلا لك يعني. نعم. تمي ياها اثيك مو اثيكس، هاي ما حلوه يعني. المحامي لازم يريحك لما تروح يمه، مثل الدكتور عندك مرض تروح يمه يطيبك. محامي سيم واي يعني، ولو طبيب لازم. ما هذا يحولك على مختص مثلا يمكن اذا ما قدر يعني، فاذا بيعطي الخبز الخباز مثل ما يقولون يعني بالدارج. يس ودي الخبز لا تاكل الخباز على ما يعرف. زين هسه مثلا انت وقعت بمشكله عندك لوكر ستور، زين سويت زغل نعم بالفود ستام، غش وصار غش وزغل ولعب على الحكومه، الستيت ديبارتمنت راح تدز عليك رساله، راح تقول لك انت هيك سويت هاي الشو كاز، تعال شوف انه شلون انت، ليش انت بريء، انت مو بريء هسه، بس شوف انه هاو يو كود بي بريء يعني، هاي انسنت. انت ما تروح تجيب لهم محامي اللي دي يساعدك بالطلاق قبل، لو دي يساعدك بالسليب ان فور مالتك لو unlawful death or injury، محامي نعم. مال injury انت تجيب لهم واحد يكون خصوصيات مالته مال فراد، لانه المدير عام الولايه لما راح تجيب مدير عام دا تحكمك راح تخلي لك واحد يكون
خصوصيات مالته بالافراد راح ياكله ويشربه ويبلع المحامي مالك. نعم. شخص متخصص يعني بيكون قوي عنده باور وعنده المحامي راح تروح يما انت ما تعرف احنا ما انت انت انسان مثلا بالشعب انت ما تعرف المحامي لما يروح للمدرسه دا يدرس هالفرع. نعم. زين هالفرع هو هذا حيكون بي خبير تروح يمه هو مو خبير بالفرع مالتك اللي انت مطيله اياها يعني مو مخلص يا هذا مو خوش محامي. نعم. واكو هواي هيك يعني ينخدع ممكن الكلاينت ينخدعون يعني يسر اذا يقدر يسوي لك شاره يا واي نوت نطيله فلوسك يقدر يسوي لك شاره اوكي يو نو بس اذا اكثريه ما راح يقدر يجيب لك الانتاج اللي تريده. اي واحد ما يريد يروح سجن اي واحد ما يريد يخسر لا فلوسه ولا بزنس ماله سو اذا تجي يمي يعني افتهم شنو قضيتك اذا راح يراد لك محاميين فلوس المطين اياها راح اجيب لك محاميين. نعم. هسه مثلا نعم ديبارتمنت اوف كوركشنز يعني وزاره السجن. نعم. وقعت مشكله صار عندك جنايه وزاره السجن هم راح تتداخل لانه انت جمله السنين مالتك راح تكون تنحبس 10 سنين قول. نعم. انا راح اجيب لك مو بس محامي مال ترايل يحاميك بالتراح اجيب لك محامي مال ديبارتمنت اوف كوركشنز يعني مال وزاره السجن لانه وزاره السجن يستعملون PRVs يعني prior record variables و OVs يعني overall variables ويجمعوها يشوفون كم جريمه كان عندك قبل اذا ما عندك جرائم ينطوا لك certain points انا مو هذول certain points ايش قد ما تكون انقص ايش قد ما جمله ما سنين مالتك تكون ناقصه زين هذا يكون واحد خبير ده يعرف بالجمله السنين يسموه ديبارتمنت اوف كوركشن لوير يعني وزاره السجن محامي مال وزارة السجن هذا راح يعرف بالنقط الأكو للجملة السنين مالك. نعم. زين أجيب لك محامين على مدير وحون بالمحكمة يعني أنت اللي تجيب المحامين اللي يعني اللي يتعرف على محامين يتعرف عن طريقك ممكن يعني إن نعم. أنت أيضا تعرف وين هذا المحامي مثلا يترافع بهذا الاتجاه هذا يسر باتجاه آخر يعني يسر بس تجي يمي راح يكون عندك قضية مال استئناف مو مثلا محكمه تكون عندك اوريدي اذا تروح محاكم فما انه انت اخر نقطه يعني اخر مثل ما يقول واحد لما بيأس خلص يشرف لازم يسر يجي لعندك يسر مثل الدكتور يرجع لك الميت مثلا يكون يموت بال بيننا. نعم. مثلا يرجع لك يعني نفس الشيء المحامي همين حينزل لك واحد من مثلا دينشن قلوب بالسجن. نعم. سيم ثينج ياها هذا دا ينطي ادويه هذا دا ينطي علم. طيب يعني اغلب زباينك اللي يكونون هن من ابناء جالياتنا يعني العربيه الكلدانيه هواي عرب and I appreciate their business I appreciate them trusting in me هواي عندي هواي امريكان هواي عندي بيجوك امريكان كمان يعني يسر بيجوك يعني هواي امريكان شو صار لك بهذه المصلحه بهذا العمل يعني البزنس تقريبا 25 years خبره جيده يعني yes, 25 years يعني محامين ينطوني ابيلز مالتهم اسوي لهم اياها لاني الابيلز يعني ما يريد يسوي مباحثه ما يريد يسوي legal research يجيب لي اياها يمي في اشخاص كانوا معرضين لانه يسحبوا منهم جرين كارد وانه يسفروهم وكذا وانت يعني مثل ما يقولون صرت يعني لهم مثل الملاك يس اتس ماي جاب يو نو لما تعرف بهيك شغلات يو نو ما تسوي نفسك مثلا واحد يعرف بيها مثلا ويكون مثلا ملاك شو ما تقول بس ثانك يو يو نو يس مخلص هواي ناس من ديبورتيشن ما رايح اني للمحكمه اني مسويها ليجل ريسيرش اللي مباحثها ومطيها المحامي اللي يشتغل الي وهو يروح يقدمها للمحكمه مرات تكون بالبي اي اي يعني بورد اوف اميجريشن ابيلز مرات تكون بالفيدرال كورت. حلو جميل جدا. طبعا تحب تشير الى كلمه اخيره او تحب تشير ايضا الى انه اذا حدا عنده استشاره معينه كمان او توصيه ممكن لنا جالياتنا اللي عنده بعض المشاكل او شيء اللي يمكن كثيرين الان احنا لا يفعلها وكثيرين الان يشوفونا وتعرف انه الحياه في كثير عالم يمكن عندها بعض الاوراق المتعثره وبعض المشاكل أو فاذا عندك فتوصيه او تحب انه ممكن حدا يتصل فيك بعد ذلك انه يستشيرك في بعض المسائل يسر رقمي هو 586-668-8402 تقدر تخابرني خابروني أعطيكم توضيحات نصيحة قانونية مو نصيحة قانونية توضيحات أنا أعلمكم شو تقدرون تسوون لو تريدون أنا يمشي بالمعاملة لو أديسكم غير محامي تروحون تأخذون محامي مالكم بس حتعرفون شو حتحكون وياه لما تروحون لأن حنعطيكم توضيحات
جميل جدا. طبعا أستاذ قصي ستيفان أنا أشكرك جدا على حضورك ويانا، وفعلا كانت هذه المعلومات كثير غنية وأيضا جديدة علينا. يعني أنا واحد من الناس أنه تعرفت على أشياء جديدة ما كنا عارفها، يعني نقدر نقول أنتوا behind the scene أو عالم آخر غير مرئي بالنسبة لنا. فنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بعملكم، إن شاء الله دائما يعني الله يبارك فيكم وبجهودكم الطيبة، وقد ما تقدرون تخلون الابتسامة على وجوه الكثيرين من اللي هن مثلا يقول لك لا يأس مع الحياة. يعني أنتم ممكن تقدمون كثير أشياء. شكرا لك مرة أخرى أستاذ قصي. Thank you very much. فرصة سعيدة، شغلي ده فرح ناس. Thank you very much. شكرا جزيلا. Thank you أستاذ قصي. إلى مشاهدينا، كنا مع المحامي الاستئناف والخبير القضائي قصي ستيفان الشهير بكيفن، وتحدثنا مع بعض وتعرفنا من خلال هذا الحوار على كثير من القضايا المتعلقة بالجنايات في التي تتعلق بالهجرة أو بوزارة السجون. إذا مشاهدينا نأخذ فاصل إعلاني، ومن بعد أيضا مستمرين بفقرات برنامجنا الصباحي.